صباح الخير. اليوم يعني جلسة تنظيف بشرة بجهاز البروفيشال الأمريكي من مركز ديان للتجميل. أول فقرة راح نبلش بها هي البخار والسنارة. مرحلة السنارة مرحلة ضرورية كلش حتى نفتح بها المسامات ونشيل بها الرؤوس السوداء. وهنا المراجعة بشرتها مو كلش تعبانة فما راح نطول بها هواي. المرحلة الثانية هي استخدام جهاز البروفيشال الأمريكي. تب هنا استعمال واحد لكل بيشنت. هنا مرحلة الأكوا راح نبدي بيها نسحب الدهون والأوساخ من كل البشرة. راح نبدي بالمرحلة الثانية بالمحلول الثاني اللي هو نشتغل على مناطق التي زون نشيل بيه الدهون والرؤوس البيضاء والسوداء. هسه راح نبدي بالمرحلة الثالثة اللي هو المحلول الثالث بيحتوي على الهورنونيك أسيد والكالسيوم مواد مغذية للبشرة ويحفز الكولاجين. هنا راح ننطيها بشكل طبطبة. هنا راح نسكره بالوجه نسأل البيشنت إذا بشرتها حساسة أو عادية حتى نعرف ويا سكراب نستخدمها. راح نستخدم هنا ماسك طين البحر الميت اللي يزيل الاوساخ من البشره وينظفها من الدهون ويشد البشره. احنا راح نخلي جل الوجه حتى نمشي عليه هاند الموجات التردد الراديوي اللي يحفز لنا الكولاجين والالاستين اللي بالبشره. نمشي على شكل دوائر حتى يحفز لنا الكولاجين والالاستين ويغلق لنا المسام. راح نمشي بحركة دائرية حتى يغلق لنا المسام ويحفز لنا الكولاجين. وهسه كملنا الجلسة، انتظرونا بالفقرات الجاية. وياكم نور من مركز ديان.